أمطرت الدنيا مطرا شديدا قطع الطريق إلى المسجد، فلم نتمكن من الأذان لصلاة الظهر، فهل بعد زوال السبب نؤذن للصلاة أم نصلي بغير أذان؟ قلنا إن الأذان سنة، وهو للواحد وللجماعة، فإذا كان الإنسان سيصلي وحده أذن بصوت يسمعه هو، وإذا كان يؤذن لجماعة رفع صوته بالأذان، إن لم يكن هناك مسجد آخر، لأنه لو أذن بعد أذان المسجد الآخر حصلت بلبلة، وذلك ممنوع، والله أعلم.